الصخرة نفسها ال 300 هي أكثر من 300 من 300 يعني بين 300 و 350 متر مربع الصخرة نفسها. الكعبة قلنا في حدود 100 الكعبة في حدود 100 أول بيت وثاني بيت أو إشي طبيعي ثاني بيت يكون أوسع شوي تمام؟ ثلاث أضعاف معناته البشر يعني أنتم ما ملاحظين ما ملاحظين إنه في عندي مسجدين هذول في مكة الكعبة ثم يتسع المسجد من حولها والصخرة ثم يتسع المسجد من حولها هذول الاثنين اللي بيشبهوا بعض تمام بيشبهوا بعض تمام إنه في مركز هناك الكعبة مركز ثم المسجد إيش بتسع من حولها وهون في مركز اللي هو الصخرة والمسجد يتسع من حولها. وديروا بالكم مش صحيح إنه اليهود حاطين عينهم على الأقصى الجنوبي اليهود حاطين عينهم على الصخرة على الصخرة. ولذلك أنا ملاحظ من زمان من زمان إنه في مؤامرة على الأقصى إنه لو اطلعتوا على الجهة الشرقية مزروعة زيتون والجهة الشمالية مزروعة زيتون أرض حمراء ومزروعة زيتون خير يا أخوي ليش في داخل المسجد أنت بتزرع زيتون؟ أنا بفهم ازرع سرو عالي اللي يظل للمصلين زيتون يمنعهم من الصلاة وأرض حمراء المنطقة الشرق ديروا بالكم المنطقة الشرقية كلها تقريبا ما بتلاحظوا الزيتون بعدين بتروح هيك عامل الزاوية حاضنة الصخرة حاضنة الصخرة من أيام الأردن هذا الكلام من أيام الأردن لما كانت هون ليش أنتوا وين ما عمرنا شفنا في العالم كله مسجد في داخل المسجد أرض بتنحرث وبنعمل زيتون هذا مشان الناس تقتنع إنه هذا مش داخل في المسجد ليش لأنه أصلا يبدو في اتفاق في اتفاق بين الكبار الكبار إلا من زمان من زمان على إنه في الأخير يتم حل هذا الحل يجعل هيكل اليهود قريب جدا من الصخرة ويحضنها يحضنها للصخرة وبعدين لما بصير الأمر الواقع هذا بنتفق ها بعدين بصيروا قربوا زي عادتهم لأنهم بزعموا هم بزعموا هم إنه الصخرة اللي الله كلف إبراهيم عليه السلام يذبح ابنه عندها إنه هذه الصخرة هم بيعتقدوا هيك جبل المريا بسموه مين قال لهم إنه هذا جبل المريا أصلا ومين تفاصيل مش وقته هم بيقولوا إسحاق هؤلاء قومنا اتخذوا آلهة إيش الفرق هم الآن موحدين هم مش مستعدين يتخذوا حتى آلهة واحدة من دون لكن واقع قومهم إيش كانوا بيؤمنوا بتعدد الآلهات انتبهنا الفرق إذن نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة آلهة لولا يأتون عليهم ليش ما قالوش لولا يأتون عليها على اعتبار ان الأصنام غير عاقلة اذا بتتبعوا في القرآن تجدوا عندما يتكلم عن تعدد الآلهة وعبادة ما دون الله اغلب ما في القرآن يتحدث عنهم بصيغة العاقل زعم البعض انه ليش القرآن بتحدث عن الأصنام والآلهة بصيغة العاقل دايما في الغالب قال وفق زعم واعتقادات مين هذول الناس اللي بيعبدوا الأوثان هم بيعتقدوا انها عاقلة قال فالقرآن بيعامل وفق اعتقاداتهم يا الله القرآن بيعامل وفق اعتقاداتهم وحتى بتمشي على ألسنة فتية موحدين بيقولوا شو قالوا إذن هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم مين اللي عم بتكلم ومع بعضهم بتكلموا ايش يعني انه قال القرآن بده يراعي اعتقاداتهم هم لا القصة باختصار انه
الأصنام هي مجرد رموز لما تعبد. هم بيعبدوا عقال، بيعبدوا ملائكة، بيعبدوا جن، بيعبدوا إنس. إنس إذن ما تتصوروش أن البشر كانوا بيعبدوا أشياء غير عاقلة. معظم ما عبدت الوثنيات عقلاء، عقلاء. هالأصنام اللي الأصنام اللي بتلاقي الزعماء حاطينها في الشوارع هاي، إذا واحد بال على تمثال من رئيس شو بعملوا له؟ شو بعملوا له إذا بال على تمثال رئيس؟ بيجيبوا كلهم شمالكم الرئيس هذا كوفي في قصره، أنا بلت على هذا التمثال، بقولوا له شو؟ ما أنت فاهم إنه رمز، هو يعني إحنا التمثال، أنت بتعدي على الرمز. انتبهت وين؟ فهم كانوا بيعرفوا المشركين انه هذه رموز. انت تظنوش انهم اغبياء الى درجة مش فاهمين انه الحجارة هاي هم صنعوها ترمز لمين؟ المهم الصورة هاي بترمز لمين؟ فلذلك القرآن غالبا ما يتحدث عن الآلهة المعبودة من دون الله بصيغة العاقل، دليل على انه في اصلها زعماء ماتوا مع الايام قدسوا.